أكد مسؤول إعلام بكتيبة شهيد العقيد صلاح بوحليقة محمد زوي لبوابة الوسط اليوم الأحد سيطرة قوات الجيش والشباب المساندين على معسكر جال يونس بالكامل بعد سيطرة على جامعة بني غازي. يشير إلى أن قوات الجيش تحرز تقدما كبيرا في العدد من محاول القتال في أطراف مدينة بني غازي. للمزيد زوروا موقعنا الوسط.المهم.